اليوم ان شاء الله غيكون حديثنا على السمن. يعني ما كنقولوا السمن يعني انا والله العظيم بدون مبالغه انا لما كننطق هذه الاغذيه يعني احتراما لهم كنحس بواحد الاحساس يعني غريب. علاش؟ لان مي كنقولوا الحلقه اليوم غنهضروا على السمن، فما مدى عسنا ان نقول على السمن؟ علاش؟ لان باش نهضروا على السمن خاصنا حلقات وحلقات. لكن انا اعتذر لهذه الاغذيه العمالقه لاننا مالوغوزمون ما عندناش الوقت الكافي من اجل اننا نحيطوا بكل الفوائد ديالهم. لما هضرنا على زيت الزيتون، لما هضرنا على الرمان، لما هضرنا على الزعفران، ليسونسييل اللي كيهم الناس واللي كيهمنا حنايا هو ما هو عملي. ما هو عملي؟ ان هذا الغذاء يكون عندك في المنزل ديالك، يكون حداك، تمتع به بالرؤيه، بالشوفه، بالرائحه ديالو قبل. لان الغذاء الله سبحانه وتعالى عطاه لنا، عطاه عنده خصائص، وهذه الخصائص كلها عندها دور. شنو هي هذه الخصائص؟ اولا اي غذاء الا وكتلقى عنده شكل، اي غذاء الا وكتلقى عنده لون، اي غذاء الا وكتلقى عنده رائحه، اي غذاء الا وكتلقى عنده موسم. فاليوم ان شاء الله غادي نحاولوا منها، غادي نصحوا بعض العادات. انا دائما كنقول انا مع المغاربه ومع ما فعله المغاربه في التغذيه قلبا وقالبا بواحد 90%، على اساس ان بقات لنا واحد 10% احنا غادي كنصحوها. يعني بعض الامور اللي كان بعض فيها تداخلات. علاش؟ لان احنا ما ننساوش بلي دوله عاشت الاستعمار، وهذا الاستعمار فكك العديد من العقليات وفكك العديد من الامور اللي كانت في الثقافه ديالنا، وبالتالي لابد اننا نصحوها. لان الاستعمار اللي عشناه حنا هو استعمار اللي دخل باش يعني يفكك الجانب الفكري، يعني يحيد لك ثقافتك، يحيد لك بزاف الامور ديالك. فحنايا كنحاولوا نرجعوا هذه الثقافه هذه، وهذا جميل جدا. فالسمن، لما نتحدث عن السمن، السمن هو عباره عن واحد ماده غذائيه اللي اجتهدوا فيها الاجداد ديالنا. اجداد ديالنا بحكم التاريخ ديال البشريه، حنا الطبخ المغربي وعلم، انا ما كنقولش الطبخ، سي فغي بعض الناس كيهضروا على الطبخ، مي انا كنهضر على علم التغذيه. لان ملي كتقول خميره بلديه، ملي كتقول الكسكس، الكسكس التاريخ ديالو كبر من شي دول الان، ان بعض الدول التاريخ ديالها باقي ما وصلش حتى لتاريخ الكسكس المغربي. فلما الناس كيهضروا انطلاقا من كونك انت طباخ، ربما كتقول 27 قرن ديال الطبخ، انا كنقول 27 قرن ديال علم التغذيه ديال هذا البلد الجميل اللي هو المغرب. علاش؟ لان تعاقبوا عليه حضارات، وكل حضاره الا وخلات اشياء جميله. واخا حنا كنحاولوا اننا نعزلوا بعض الامور، بعض الشوائب اللي راجت، وانا اليوم غادي نهضر على هذه المساله باش يعرفوا الناس علاش كنهضر. فالسمن منين جا؟ جا من وجود الانسان. خصنا نعرفوا، نرجعوا للتاريخ شي شويه، نرجعوا للتاريخ ونرجعوا نشوفوا هذا العمق ديال هذا الشيء منين جا. في قديم الزمان، ما ننساوش، وهذا الشيء خصنا نقولوه لوليداتنا ونكونوا عارفينه، ان الانسان كان يعيش في الطبيعه، يعيش في الطبيعه، ما عندوش دار، كان عايش في وسط الغابه. الانسان كان عايش في الطبيعه كباقي المخلوقات. فالانسان شاف ان قدامه حيوانات اللي هي واللي تقدر تفترسو، مشى ابتكر واحد الحاجة اللي تخبى وسط منها، دايرة هكايا وعندها واحد الجنيب اللي يخرج منه، سميتها الدار. يعني دور راسو بمواد طبيعية اللي كاينة قدامه اللي هي التراب، بنى، دار التابوت، دار الطوبية، القلمة، كان حيثما وجد الماء كان كيمشي، ودار واحد الدار سميتها دويرة، دار باش كيحمي راسو من هذوك المخلوقات اللي على برا. من هنا تطور حتى وصلنا اليوم ساكنين في دار، ساكنين في دار. هذيك الدار هذا الهدف ديالها كان. من اجل انه يعيش كان يقتات. يقتات على النبات، يقتات على يعني كيتسمى شاسور كيور، يعني كيجمع، كيصيد يعني الحيوانات اللي هي يقدر ياكلها، وقدر يدخل عنده مخلوقات كالدواجن مثلا. يعني الدجاج راه كان عايش سوفاج. الابقار كانت عايشه سوفاج. الان دابا باقي دابا وحنا كنهضروا دابا، كاينه مناطق في المغرب بعض الناس يستغربوا، مي هذا الشيء حنا كنشوفوه وكنعرفوا هذه المناطق. دابا الان باقي فيها البقر سوفاج، البقر عايشه في الغابه، والناس الا بغاو المناطق نعطيوها لهم يمشيو يشوفوها. كاينه مناطق الان في النواحي الفنيدق، منطقه بوجميل باقي فيها ابقار اللي عايشه في الغابه، اللي ما كتجيش للدار، عايشه غير في الغابه،
كاينه كرافس سوفاج تما لقينا كرافس سوفاج سوفاج نايده هكا نايده. الانسان ولا كيدخل هاد لي دونغي هادوما هاد الاغذيه هادوما، شاف راسو واحد النهار لقى واحد الحيوان اللي هو جميل سميتو البقره، حاول يدخلها رباها عرفها عطاها تاكل مزيان من الطبيعه، عطاها تاكل من الاصل ديالها، عطاها تاكل من 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 الطبيعه، من ماشي كتاكل شي حاجه مطحونه، ماشي كتاكل اعلاف، ماشي كنديروا لها هرمونات، ماشي كنعطيوها الاستاب اخ سوماتوتروبين بوفين ريكومبيني من اجل انها تعطينا واحد السائل ابيض، لا عطيناها واحد الوسط ديالها. ولا كيجيب لها التبن، الله سبحانه وتعالى قال متاعا لكم ولانعامكم. شاف راسو بلي خصو واحد الحمايه، جاب واحد المخلوق سميتو الكلب، استسمح انا ما كنقولش حاشاك، رباه من اجل يحضيلو هذاك المنطقه ديالو. جاب واحد النعيجه من اجل انه مره مره الا بغى ياخذ اللحوم رباها من اجل انه ياكل هذه اللحوم. جاب المعيزه كذلك باش ياخذ الحليب ديالها، جاب البقره باش ياخذ الحليب ديالها، وبالتالي هكا بدا الانسان. علاش شوهنا هذه الحياه مع العلم انها هي الاصل؟ علاش شوهنا هذه الحياه وبعدنا على هذا المبدا هذا؟ اذا نتايا يعني كانسان خصك تعرف باللي اون فوا ترجع لهذا الوسط هذا يحن وتحن العاطفه ديالك لهذا الوسط هذا. يعني واخا انت ما عشتيش، كاين الناس دابا دي سيتادان، دي سيتادان شنو هما؟ الصون الناس اللي تزادوا في المدينه وكبروا في المدينه، مي مي كتديه للطبيعه كيقول لك اه عجبني هذا المنظر. علاش؟ لان جدك وجد جدودك والناس القدماء ديالك عاشوا في هذه البلاصه اللي انت الي امبريمي مطبوعه في الجينات ديالك. شحال من واحد دابا في المدينه كبر وتربى في المدينه ومن خرج للباديه وبدا كيفلح لقى راسو كيعرف يفلح، علاش؟ لان داك الشيء في الاجداد ديالك. دونك الانسان جاب واحد الحيوان سميتو البقره رباه دجنو، ولا الذكر كيحتاجوا للوحو والانثى كيعطيها الربيع، كيعطيها التبن، كيعطيها الشعير، كيعطيها اغذيه اللي جايه من الطبيعه واللي كيعرفها الجسم ديالها. وعرف باللي باللي وكان الحمد لله احنا عندنا القران الكريم فيه كل شيء، ولكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونهم بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فولا كيحلبها، ولا كيحلبها، شوف سبحان الله، ولا كيحلبها لقى داك الحليب. كي هو انا كنهضر على الحليب ماشي سائل ابيض، كنهضر على الحليب اللي البقره اصليه، بقره بلديه عارفينها شنو كتاكل. هذا الحليب هذا ولا ما كاش كياكلو يوميا، ما كاش كيشرب يوميا. الانسان القديم ما كاش كيشرب الحليب يوميا، ما كاينش غذاء كنشربوه يوميا، واخا الوغ شنو كان كيشربو مره مره. اكتشف ان كيحلب يوميا، لقى باللي الكميه، انا كنعطيكم التاريخ، لقى مزيان هذا الشيء هذا نعاودوه للاطفال ديالنا، حنا عارفينه من عاودوه، حتى بعض الناس راه كيحسوا بالمتعه مي كيعرفوا هذا الشيء هذا منين جا. لقى باللي هو كيشرب الحليب واحد مره جوج مرات في السيمانه مي عنده كميه كثيره، لان كيحلب واحد البقره شحال كتعطيه؟ كتعطيه جوج يطرو في الصباح وجوج يطرو في العشيه، ماشي 10 في الصباح، ماشي 10 في العشيه، ماشي 50 يطرو في النهار، كتعطيه جوج يطرو في الصباح وجوج يطرو في العشيه. اكتشف باللي عنده الفائض، هذاك الفائض خلاه ما عنده ثلاجه. تخيلوا الثلاجه راه يلا جات البارح باش نكونوا عارفين، خلاه من خلاه لقاه باللي كيتحول لواحد الماده اللي حنا من بعد سميناها الرايب، لان حتى حاجه في الحليب ما كتضيع، وكنسطر على الحليب الحقيقي، حتى حاجه ما كتضيع، ولا رايب، ولا كياخذوا هكاك رايب. من بعد فشراب ولات عنده الكميه كثيره ديال الرايب، شنو قال؟ قال ارى نمخضو، بدا كيمخضو، مشى لذاك المعيزه اللي داك الجدي اللي كيدبحو باش ياكل اللحم ديالو، شد هذيك الجلده ديال المعيز، دبغها، دبغوها بمواد، دبغها بالقشور ديال الرمان، دبغوها بالملح الحيه، لان كانت الملح الحيه في الويديان موجوده، واخا صوبوا واحد الشكوى، هذيك الشكوى بداو كيمخضو بها داك اللبن. مي بدا كيمخضو لقى باللي كتوقع على سيباراسيون، كيخرج اللبن وكتخرج واحد الماده دهنيه، ذاقها الانسان لقاها زوينه، سماها الزبده، هذيك هي الزبده. دونك هاد الزبده هذه ولا الفائض، راه كان الخير كثير، ولا الفائض. قال شنو عندي انا بهاد الزبده هذه؟ ولاو كيستوكيوها، ناس كانوا اذكياء زادوا لها الملحه، من زادوا لها الملحه حطوها، شنو دار؟ ما دار والو، راه زاد لها غير الملحه، من زادوا لها الماء حطوها. من بعد 40 يوم، شهر، شهرين، كاين الناس اللي 10 سنين، كاين الناس اللي 15 سنه، نتجات واحد الماده من أجمل وأروع ما قام به الإنسان.
هو السمن. من هكا جا من هنا جا التاريخ ديال السمن. فهاد السمن هذا هو النجم ديال اليوم. فمن بعد الاستعمار مباشرة كانوا حسابات سياسية. شوف أنا راه عندي لا أتكلم بلغة الخشب، نحن نتكلم بلغة الحديد. من مورا الاستعمار جاءوا حسابات سياسية اللي غيمشي ضحية العالم كامل. هاد الحسابات السياسية كان عندها تقاطع مع بعض العلماء، تقاطع مع بعض العلماء بحال بعض العلماء دابا عبر التاريخ راه كانوا غا كيشفروا العلوم، راه ماشي ديالهم اصلا، والاسم ديالهم تنحات في التاريخ وتسموا علماء غا. ف جاوا بعض العلماء ملفات سياسيه غا، السياسه كتقاطع مع العلوم، وهذا الشيء دار عبر التاريخ وباقي غيزيد، ما ماشي شي حاجه غريبه غا. داروا سكون ابل لا تيوري ليبيديك. شنو هي لا تيوري ليبيديك؟ نظريه الدهون. دابا انا في المنهاج العلمي اللي كتاخذ رجل علم استاذ جامعي ولا استاذ في المختبر اللي كنحييهم اساتذه تبارك الله، عندنا باحثين، انا عندي صداقه معهم كبيره بزاف الاساتذه الباحثين في المغرب اللي كاينين في الرشيديه اللي كاينين في وجده اللي كاينين في المغرب كامل، عندي معهم واحد العلاقه جميله بزاف، وسبحان الله كيمدونا بواحد الابحاث اللي هو مي كتقول مغربي مغربي كيدير هذا البحوث جميل جدا، وكنحييهم هذا المنبر، اسماء ديالهم كثيره وراهم كيسمعوا فينا، هادو اساتذه باحثين باش تعرفوا هذا العلم اللي كنهضروا عليه حنا، راه ماشيش من فراغ. هاد النظرية في المنهاج العلمي معروف، لا نعتمد على لي تيوري، لا نعتمد على النظريات، النظرية خصها تدوج من المنهاج العلمي وعاد تخرج لأرض الواقع على شكل حقائق علمية منشورة. جاو هاد العلماء هادو من بعد الاستعمار خرجوا سكون ابيل لا تيوري ليبيديك، دخلوا قراو عليها. لا تيوري ليبيديك كانت كلها أخطاء، كلها اخطاء. نعطيك على مثال، الهرم الغذائي السوري بحثوا شكون حطوا، ما هو طبيب، ما هو مختص في التغذيه، رجل سياسه، انا اقول واعني ما اقول، سيروا بحثوا شوفوا البيراميد اليمونتير شكون حطوا وعلاش. مزيان الانسان نحطوا هاد المواد نبحثوا فيها. جات لا تيوري ليبيديك، لا تيوري ليبيديك نظريه الدهون، نظريه فاشله، نظرية لم تحقق المنهاج العلمي، وللأسف تبنوا عليها نصائح علمية مع العلم أنها لم تحترم المنهاج العلمي، ولينا كنقولوا وصلت، وحنا يا دولة اللي تم استعمارها وصلت عند أي مغربي اليوم كيقول لك بعد من الإدام، شوفوا بعد من الإدام. شنو هو الإدام؟ بالنسبة للإدام هو جميع الدهون، مع العلم أن الدهون عندنا احنا عائلات ديال الدهون، وانا نجي لكم للدهون باش نوضح هذه المساله. الدهون منهم كيتصاوبوا الهرمونات الجنسيه عند الذكر وعند الانثى، يعني لولاهم لما جيت انا، لما جات البشريه كلها. الدهون النسبه الكبيره ديال دماغنا هي دهون، اكثر من 60% هي دهون. الهرمونات هي دهون. الجدار ديال الخلايا كلها سوسون دي فوسفوليبيد، يعني دهون. بحال الا جيتي عند شي واحد وقول له بني لي الدار بلا سيمه مسوسه هكا كطلع، دير لي انت عماره بنيها بلا سيمه، لان كنضربوا في السيمه، نظريه السيمه ما صالحاش في البني هكا. عاوتاني نظريه الدهون، ولا الانسان يخشى زيت الزيتون بزاف، يخشى الزبده بلديه، يخشى السمن، يخشى اللحوم، ولا يخشى الحلويات، مع العلم ان الهوموسيستين اللي كتضر في الجسم السكريات كلها تتحول الى دهنيات. وسيروا شوفوا شكون اللي كيدير امراض القلب الشرايين، واش الحلويات ولا الدهون؟ على بالكم باللي القلب يعشق الدهون، الدماغ يعشق الدهون، ولكن ماشي اي دهون، هنا العلامه ديال الاستفهام. فالسمن، انا عندي وليدات صغارين ومن العائله ماشي غير وليداتي انا كياخذوا السمن، ماشي في الحريره فقط، وماشي في الصوبة فقط، وماشي نهار كسكسو فقط، بعض المرة أسبوع كامل، عا كنحيدو لهم مرة باش ما يطلع لهمش في راسهم، مي السمن كغذاء يومي. دونك السمن باش نهضر أنا على، أولا نهضرو على طريقة التحضير. طريقة التحضير جميلة في المغرب، مي أنا يسمحوا لي بعض الإخوان في الثقافة غادي نناقش بعض الأمور من أجل الواجب العلمي، ها؟
كينا بعض الثقافة المغربية اللي عطتنا أشياء جميلة وبعض الأمور اللي واجب نقاشها. السمن الآن في المغرب كيتحضر بجوج طرق، غادي نقولهم بجوج وغادي نخرجوا الطرق الصحيحة والطرق اللي ما نقولش خاطئة اللي واجب إعادة النظر فيها. طرق في المغرب كيتصوب بجوج، جوج طرق. الطريقة الأولى كيتسمى لو بور كلاريفي. شنو هو لو بور كلاريفي؟ كيديروها الإخوان سوس الله يعطيهم الخير، ثقافة جميلة، ثقافة ديال أهل سوس، لكن أنا عندي نقاش مع الإخوان في هذه الطريقة هادية يجب إعادة النظر فيها. علاش؟ المادة الدهنية لا يجب أن تتعرض لدرجة الحرارة لأنها تشوه. سي فغي إلي ستابل، لي زاسيد غاز ستابل، ولكن ماشي لدرجات أننا نعرضوها لدرجة الحرارة. شنو كيديروا الإخوان في الثقافة ديالنا بعض الثقافات؟ اش كيديروا؟ كيشدوا الزبدة وكيدوبوها، كتسيبار هذاك لاكوش الفوقانيه، كيهبط الماء لتحت، هذا كيتسمى لو بور كلاريفي، وعاد كيعاودوا يخدموه. هذه طريقه يجب الابتعاد عنها لان صحيا طريقه اللي وجب تجنبها. تجنبها لان عندنا الاصل. شنو هو الاصل؟ هي الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه كيفاش نصوبوا السمن، كيفاش نصوبوا السمن، من بعد غنزيد في الفوائد وغنزيد كيفاش نستعملوه. الطريقه الاولى هضرنا على الطريقه ديال لو بور كلاريفي وداك الزبده اللي كندوبوها باش نصاوبوا السمن. هذه طريقه من الاحسن وجب تجنبها لانها كتعرض لدرجه الحراره بحال الزيت، كنطحنوه في السخونه ولا في البارد. الطريقه اللي كنعطينا هو اننا الان دابا الثانيه هي الطريقه الصحيحه وهي اللي كنصاوبوا فيها السمن في البارد. شنو كنديروا؟ شنو غنحتاجوا؟ غنحتاجوا واحد القصعه، كاين اللي عنده قصعه ديال العام، كاين اللي عنده ديال العامين، كاين اللي عنده ديال 15 عام، كاين اللي عنده 25 سنه. كنعرف الناس اللي عندهم قصعه ديال 25 سنه كبار من وليداتهم، وكاين الناس اللي عندهم القصعه ديال 50 سنه. هذيك ملي كتشوفها كتشوف واحد الاشياء نوستالجيا، كتفكر فيها بزاف ديال الامور، اجيال اللي كلات خبز من هذيك القصعه. هادشي هذا خصنا نرجعوا له، هذه ثقافه ديالنا. كنحتاجوا واحد القصعه، كنحتاجوا ملحه حيه. الملحه العاديه ما غيصدق لكمش السمن وغيخسر لكم، ما تحتاجوش تضيعوا راسكم. الملحه الحيه، الملحة الحية، غنحتاجو قصعة ديال الماء، غنحتاجو ماء، ماء إما يكون ماء فيتاليزي أو لا ماء مغلى، نخليوه يتغلى، ومن بعد غنحتاجو لأن غنحتاجو الماء شوية يكون دافي، واخا يكون دافي ما يكونش بارد بزاف سيرتو في الوقت اللي كيولي بارد، واخا. دونك شحال غنصاوب أنا؟ وركزوا معايا مزيان باش هكا نكونو نعطيو المعلومة، باش ما يتقطعليش أنا السمن من الدار. وهنا الحس الاقتصادي اللي كان عند الإنسان المغربي في ثقافتنا. انا كنعاود لكم هادشي ماشي ديالي، هادشي ديال جداتي الله يرحمها، كنعاودو غير كنزكيوها بالجانب العلمي. لحد الان انا باقي في العلم ديال جداتي ماشي العلم ديالنا حنا، العلم ديال جداتي. من بعد عاد نجيو نهضروا على القيمه الغذائيه، مي غنهضروا على القيمه الغذائيه غنضيفوا داك الاضافه ديالنا حنايا. من بعد غنرجعوا لطريقه الاستعمال، غنرجعوا لجدودنا، نرجعوا شنو داروا جدودنا. لحد الان حنا باقين في العلم اللي خديناه من عند جدودنا الله يجازيهم بخير والله يرحمهم في هذا النهار هذايا. دونك طريقه كناخذوا قصعه، ماء يكون ماء دافئ، شويه ديال الزعتر، يكون عندنا الزعتر، الناس الشمال كيقولوا الزعتر الوغ شويه ديال الزعتر، الماء، ونحتاجوا بوكال. شنو هو بوكال؟ قراعي. ما غنحتاجوش وحده، غنحتاجوا واحد خمسه ولا سته. بيان سور الزبده غتمشي عند واحد مصدر موثوق، هذه ما فيهاش نقاش. وهذا كيبقى مشكل اجتماعي، الناس كيقول لك منين غنجيب الزبده؟ انا سوا خصني نعطي للمغاربه كاملين اللي غيجيبوا الزبده، سوا غنقول لهم عافاكم كل واحد يمشي يقلب على المصدر ديالو. كيف ما كنمشيو نقلبوا عند الذهبي مي كنبغيو نشريو الذهب، كيف ما الانسان ما يبغي يبدل الفيدونج ديال السياره كيمشي يقلب على الزيت ويسول 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 ويسول، هكا عاوتاني هذا الشيء هذا نهار اي واحد سول اي واحد طلب غادي يلقى. حنا هضرنا على ابو خنو ثلاث ايام ولا كيتباع في الرباط موجود. دونك غادي نجيبوا الزبده، عندنا القصعه، عندنا الماء دافئ يكون ماء مغلي ونخليه يبرد شويه لان الكلور ما غاديش يخلي العمليه انها تتم بسلام، واخا لانه هو اونتي باكتيريان. وغادي نديروا الملحه الحيه، وغنجيبوا البوكال، غنجيبوا واحد خمسه ونديروا الصغيورين. داك القرايه عافاكم ما ديروش الكبار، ديروا الصغيورين. انا غنقول لكم علاش، دير واحد سته. دونك شنو كانوا كيديروا جدودنا وشنو انا كندير شخصيا من اجل شنو؟ من اجل ضمان ان السمن يبقى في الدار. لان شخصيا كمحمد احليمي نهار يتسالى لي السمن من الدار كتجيني ديبرسيون، دونك ما بقيتش كنعطي فرصه اننا نتسالى لي السمن. دونك شنو كندير انا اللي كان كيديروا جدودنا؟ وقلت انا لحد الان باقي كنهضر على العلم ديال جدودنا. كناخذوا سته القريعات، هذاك البوكال كيتباع، وهذه دوك القرعه راه ما غنرميوهاش، راه كنشريوها كنستعملوها بزاف. هذيك شنو كنديروا؟ كنشدوا هذيك القصعه، وشنو غنديروا؟ غنغسلوا الزبده. عرفتوا شناهي غنغسلوا الزبده؟
دابا غنحاول نعطي بين ما هو علمي ما هو عملي. حنا عندنا واحد القاعده في الكيمياء سميتها لوسموز، قانون ديال لوسموز. مي كدير الملحه في الماده كيخرج منها الماء. دونك شنو كنديروا حنا؟ كنشدوا هذيك الزبده كنحطوها في داك القصعه وكنديروا لها الماء ونديروا لها داك الماء، خاصو يكون ساتوري. شنو معنى ساتوري؟ اجاج، اللي ذكر الله سبحانه وتعالى لان ماء البحر، ماء البحر اجاج. شنو معنى اجاج؟ الا شديتي الماء ديال البحر وخويتي عليه الملحه ما غتذوبش. علاش ما غتذوبش؟ باسكو الي ساتوري، مشبع. دونك انت شنو غتاخذ؟ واحد الاناء غتحط فيه الماء وغتبقى تزيد الملحه تزيد الملحه تزيد الملحه تزيد الملحه حتى ديك الملحه ما تبقاش تذوب. وهذاك الماء هذاك غتخوي هذاك الزبده ديالك في القصعه وغتزيد عليها داك الماء وغتخليها. شنو كيوقع؟ كيخرجوا داك الفقاعات وداك الشويه ديال اللبن اللي بقى في الزبده كيخرج. هذه كتسمى الغساله ديال الزبده. كنخليها واحد الساعه، من بعد كنجي نغسلها، كنبقى ندلكها ندلكها ندلكها، نزول هذاك الماء، غتلاحظوا انه ابيض. ساكرر العمليه حتى ما يبقاش يخرج لي الماء ابيض، لان الماء مخلط مع اللبن، حتى ما يبقاش يخرج لك داك اللوين ديال اللبن. الناس غيقولوا شحال من مره ولا ما يهمش، انت خدم، انا كنعطيك الفكره. دونك شنو غدير؟ حتى يبقى يخرج لك الماء صافي. من موراها شنو غندير؟ غادي نشد هذاك الماء اللي غليته واحد شويه من بعد الطابي الا كان الماء فيه الكلور، غادي نخليه لوتيد، ماء دافئ، غادي نخوي فيه ماء دافئ. شنو معنات؟ ندير فيه يدي انا ما يحرقنيش، هذا هو الماء اللي صالح للزبده. دونك غادي ندير فيه انا الزعتر ونعاود نرجع لذاك القصعه وندير فيها الزبده والزعتر والماء ونعمرها حتى الفم ونخليها تبات واحد ليله كامله في هذاك الزعتر. من بعد لا غدليه شنو غنحتاج؟ غنحتاج ملحه حيه وغنحتاج توب ديال الحياتي. دونك غنشد قريعه غنبدا نعمر في هذيك الزبده لان باقا زبده، غنبدا نعمر في هذيك الزبده، نعمر جميع الجوانب ما نخليش فراغات. وغادي نشد انا داك التوب ديال حياتي وغنصوب واحد الكموسه قد العبار ديال الفم ديال القرعه، وغادي نسدها داك الكموسه غادا تسد، وغادي نغطي بها الفم ديال القريعه، وغادي نسد هذاك القرعه وغادي تقول الحمد لله على نعم الله. شحال درتي نتايا؟ شنو درتي؟ 1%. من موراها شكون اللي غيخدم؟ غيخدموا البكتيريات. شحال غيديروا؟ 99%. علاش؟ باش ينتجوا مواد، هما اللي غنهضروا على الفائده ديالهم. كنحطوا 6 د القراعي، نهار يبقاو لنا 3 د القراعي نعاودوا نصوبوا 3 اخرين، نهار يبقاو لنا 3 د القراعي نعاودوا نصوبوا 3 اخرين باش نضمنوا الاستمراريه ديال وجود هذا الكنز عندنا في الدار وما عمرو يتقطع. نجيو للفوائد. السمن دخلوا بكتيريات. انت ملي كتشم ريحه الزبده واش هي ريحه السمن؟ علاش السمن فيه ديك الرائحه المتميزه؟ لان فيه حمض البيتوريك، وحمض البيتوريك شنو هو؟ هو الطاقه، هو الاشياء الجميله اللي كيحتاجها القولون ديالك. اولا لو كولون، لي كولونوسيت. علاش؟ لان فيه حمض البيتوريك، زائد هذيك البكتيريات سبحان الله قطعت لنا داك الاحماض الدهنيه تقطيع جزئي. يعني السلسله ديال الاحماض الدهنيه اللي كاينه في السمن اقل صعوبه في الهضم من السلسله ديال الاحماض الدهنيه اللي كاينه في الزبده. علاش؟ لان دخلت بكتيريات وتكون داك حمض البيتوريك. اكثر من هكا، علاش كنوجدوه دابا بالفصل الشتاء؟ لان فصل الشتاء خصنا المناعه تطلع. دونك شنو كنديروا؟ عندك حمض البيتوريك اللي كاين في السمن كيتنتجوا كي عقلوا عليها الاحماض الدهنيه قصيره السلسله لي زاسيد غاكورتشين. شي غنهضر على هادو لان الفوائد كثيره بزاف، غنهضر على هادو. الاحماض الدهنيه قصيره السلسله كتزاد عليها الفيتامين دي اللي كاين في الجسم واللي كاين في السمن، لان حتى السمن فيه الفيتامين دي، وفيتامين دي بيو ديسبونيبل. نهار ما بقيتوش تاخذوا السمن ولا عندكم المونك ديال فيتامين دي، وحلل وناقش. واخا دونك كيتنتجوا من الاحماض الدهنيه اللي زيه من السمن، زائد الفيتامين دي كيتصاوب الجسم الديفونسين والكاتيليسيدين. ديفونسين جهاز دفاعي، شوف ها الاسم شنو كيعني، جهاز دفاعي اللي غتحتاجو انت في الشتاء. واخا الديفونسين والكاتيليسيدين هذا من جهه. من جهه ثانيه السمن فيه الفيتامين كا 2، عقلوا عليها مزيان، فيه الفيتامين كا 2
والفيتامين K2 هو اللي كيقول الكالسيوم اجي عافاك سير للعظم وسير للسنان ما تمشيش للكلاوي. السمن فيه الفيتامين A والفيتامين E والفيتامين D والفيتامين K. الفيتامين A عملاق، الفيتامين E عملاق في الجلد، في الشعر، في المناعة الخلية، في العديد من 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 الأنظمة، زائد الفيتامين D والفيتامين K راكم كتعرفوه. هادوما فيما يخص الفوائد، زائد لي زاسيد غا الأحماض الدهنية اللي كتحتاجها انت في الخصوبة ديالك. شحال من واحد عنده نقص الخصوبة سواء عند المرأة او عند الرجل لان عنده نقص أحماض دهنية اكثر من هذا. لا قدر الله مي كان كيطيح شي دريري، هادشي باقي كنديروا لوليداتي انا، غادي كيلعب مثلا طاح ضرب يدو ولا ضرب راسه لا قدر الله مع الجنب ديال السداري، هذيك البلاصه باش ما تزرقش شنو كانوا كيديروا لها؟ ما كانوش كيدهنوها بالسمن؟ ما كانوش كيدهنوها بالزبده؟ علاش؟ لان السمن والزبده فيه مواد اونتي انفلاماتوار، مضاده للالتهاب، وانت جربتيها كانسان وجربها كانسان واخا ما داكك بلاصه باش ما كتزرقش. كنت انا شخصيا ملي كيكون عندي بعض الكدمات ولا مثلا كان عندي حصه رياضه وكان احتكاكات وهذه واحد البلاصه غير كنضربها باش كتحمر كتبدا تزرق كندير لها الزبده ولا السمن مشات كان شيئا لم يكن. علاش؟ لانه الي اونتي انفلاماتوار. زائد في الاستعمالات ديالنا عافاكم ديروا بحساب دائما ان السمن كيكون مالح، وبالتالي في الاعتبارات ديال الاستهلاك انا شخصيا الخبز اللي كندهنها بالسمن انا ديما عندي الخبز مسوس. انا شخصيا حتى اللي كيجي عندي ما كيعرفهاش، حتى كياكل ويسالي كنقول له الخبز مسوس كيقول لك ما يمكنش حيت كون قلتها له في الاول ما غياكلهاش. ديما عندي انا الخبز كنربح داك الكميه ديال الملح ما كنديرش فيها انا الخبز من سنوات وانا كندير لان باش كتخمر مزيان وكتطلع مزيانه الخبز بالخميره بلديه بالنخاله بالزرارع بحبه حلاوه بالنافع بالزنجلان وبدون ملح بدون ملح باش ملي كندهن فيها السمن كنكون ربحت هذيك الكميه ديال الملحه. شفتوا كيفاش لا جيستيون، شفتوا كيفاش كنتعاملوا مع الحياه ديالنا والحياه الغذائيه ديالنا. فالاستعمالات متعدده، الناس كيديروها في الحريره، كيديروها في الشوربه، كيديروها في كسكسو. انا كندهن بها الخبز، ممكن انسان يدهن بها الخبز، ممكن تاخذوا نهاريه ونهار لا، ممكن مين الناس كيبغيو مثلا يقليو به البيض، انا ضد انك تقلي به البيض. السمن والزبده ماده اللي ما نعرضهاش لدرجه الحراره، خلي تان نزل انا البيضه من نديرها في الماء وننزلها وتبرد واحد شويه، داك الساعه ندير فوق منها واحد شويه ديال السمن وناخذها. وانا شخصيا كتعجبني هذه الطريقه هذه، ملي كنوجد البيضه انايا في واحد المقله ديال السيراميك بلا زيت بلا والو، لان ما كنقولوش كنقليو في الماء لان القلي يوجد في الزيت، فكنخرجها انايا ومي كنخرجها كنخليها تبرد شويه كنزيد لها يا زيت الزيتون يا كنزيد لها السمن وكناخذها. انا خديت هذه الطريقه هذه، ممكن دهنها في الخبز ما كاينش مشكل، ممكن ديرها مع البيض ما كاينش مشكل، ممكن ديرها انايا هكاك استعمالات، ممكن صوب حرشه نديرها انا مع الحرشه، ممكن يتزاد مع العسل. شو حنا المغاربه كنقولوا بحال السمن مع العسل، شوفوا المصطلح كي داير مي كتبغي توصف شي حاجه زوينه. لان السمن كيقدام لاحظوا ان اللون ديالو كيتبدل وبالتالي القيمه الغذائيه كتطلع. واخا واحد المساله شتي انا مثلا السمن ديالي مثلا كيوجد في 40 يوم، بغيت نصوب انا واحد القريعات اللي يوجد لي في 30 يوم ولا في 20 يوم، شنو هي الطريقه؟ بحال الخميره البلديه السون دي باكتيري، اش كندير؟ كنخلي انا واحد القرعه خاصه للاستعمالات المقبله، ستة ديال القرعات كنزيد عليهم شويه شويه من داك القرعه القديمه، وكل ما قدامت كل ما دغيا غيوجد لك السمن. وهذه مساله تقنيه مهمه بزاف، نعاود نوضح هذه الفكره. انا مثلا صوبت ستة ديال القرعات ديال السمن، قربوا يتسالاو لي ثلاثه بقاو لي ثلاثه، خصني ضروري نعاود صوب ستوك ديالي لان يعني كنجيري انا ستوك، وهذه فيها حس اقتصادي. فكنقول انايا الا بغيتي تصوب سمن جديد اش كنجيو؟ كناخذوا واحد السمن قديم كناخذوا منه شويه ونخلطوه مع داك الكميه اللي غنديروها في القرعه الاولى، كناخذوا عاوتاني واحد شويه ونخلطوه في داك السمن اللي غنديروه في القرعه الثانيه. هنا شنو كندير؟ اعزز هذاك السمن بواحد البكتيريات عندها تجربه في تحضير السمن. مي كناخذ انايا شويه السمن من السمن القديم، عززت انايا هذيك الزبده الجديده، عطيتها واحد العمال اللي تبارك الله عندهم كفاءه اللي هما بكتيريات من السمن القديم، وكيولي اوليو باش يوجد لي على 40 ولا 50 يوم كيوجد لي على 20 و 30 يوم. ليا منطقه فومزكيد خديت السمن العمر ديالو 15 سنه،
واحد المذاق، مذاق جميل. عرفتي تصور تخلي عندك. وهذه عاوتاني نزيدها مسألة أخرى، ديما ما يتصاوبوا السمن شدوا واحد القرعة ونساوها، نساوها يعني خليوها. كاين اللي ناسيها كتلقى 6 سنين 7 سنين 8 سنين كل واحد. كانوا هذه شحال الناس كيفتخروا، كيفتخروا بهذا السمن هذا، شحال ندوز عندك من سنة. السمن كل ما قدام كل ما كيولي بالعكس كيولي عندي كنز. علاش؟ لان نهز منه غير راس معلقه ونزيدو مع قصعه ديال السمن غادي يتخمر دغيا وغادي يوجد دغيا وغيعطيني داك الرائحه المتميزه اللي الناس كيسميوه السمن الحار، كل واحد وشنو كيسميه. فهذه الاستعمالات ديالها. انا عطيتكم افكار هي ماشي على سبيل الحصر ولكن على سبيل التذكير. كاين بعض الناس اللي كيديروا بعض الاستعمالات، القاعده والمبدا الذهبي شنو هو؟ ان ما نعرضوش السمن لدرجه الحراره واستعملوه كيف ما بغيتي، زائد ما نقولوش كثر السمن، استهلكوا بطريقه اللي هي معقوله. مرحبا.